مرتديلة عطاته ليا الأخت أمونة. إيه كشر مصيب في الدار. إيه واخا. آه ديال الدجاج يجي زوين هذا. عندنا 200 غرام ديال الدجاج، 4 ديال البيضات، 2 ديال الفرماجات مربعين، واحد الدريز ديال الثومة يكون كبير، 4 ديال المعالق كبار ديال السميدة رقيقة. هاد 4 المعالق اللي بغينا نعبرو غادي يعطيونا 65 غرام. كاس ديال العنبة ديال الزيت، معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة صغيرة ديال القزبر حبوب مدقوق، ومعلقة صغيرة ديال التحميرة، وضعمة البنة ديال الدجاج. غادي نعاود مرتديلة بالدجاج، المقادير ديالو عندنا فيه 200 غرام ديال الدجاج، 4 ديال البيضات، 2 ديال الفرماجات مربعين، دريس ديال التومة كبير، 4 المعالق كبار ديال السميدة رقيقة ما يعادل 65 غرام، كاس ديال العنبة ديال الزيت، معلقة صغيرة ديال الملح، ومعلقة صغيرة ديال القزبر حبوب مدقوق، ومعلقة صغيرة ديال التحميرة، ضامة البنة ديال الدجاج. طريقة تندهنو داك الدجاج مزيان بداك شوية الملح والسكينجبير والثومة، ومعلقة صغيرة من الخل الأبيض، وتنخليه مرقد في الثلاجة ليلة كاملة. وفي الغد تناخدو الدجاج تنطحنوه في الخلاط الكهربائي وتنخليه جانبا. من بعد تنخلطو داك المكونات كلها هي اللي ذكرت، وعاد تنضيفو لها داك الدجاج اللي طحنا، تنوضعوه في الكاس، الكاس المعروف الخاص بالكاشير. ولا ما عندناش داك الكاس راه ممكن نديرو في داك البلاستيك ديال السباكيتي يكونوا خاويين. إيه. اذا هما تنتحكموا فيهم مزيان بداك الخيط ديال الطبخ، تنحزمو من جوج جوايه مزيان، وتنعاودو نلفوه في البابي الومنيوم، وتنوضعوه في طنجره فيها الماء مغلي، تنخليوه يطيب 45 دقيقه. من يوجد تندخلو الثلاجه يبرد عاد تنتناولوه. ممتاز بالنسبه لوليدات كاشير، الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك يا ام ياسين، كنشكرك بزاف. حنا عارفين كنجهدوا عليك يعني انه كتعاودي هذه الاقتراحات وجوج المرات باش يوصلوا المستمعات، فكنشكرك بزاف ليلى ام ياسين على كل هذه الاقتراحات اللي عاودتي لنا اليوم.